خويا سعيد. السلام عليكم اخويا سعيد. السلام اخويا. كيف اخويا؟ مزيان بخير. البارح لحقت واحد الفيديو. ايه. ديال واحد التليفون. ايه. اللي خدام من عندك غادي يمشي لتركيا. انا راه غادي نجيب الزربه وجيت. باش لينا اخويا. اوكي باش نمشي. غنمشي لتركيا؟ باغي نمشي لتركيا اخويا سعيد. واش شي تليفون بوزبان بغا يمشي لتركيا؟ قال لك تاخذ التليفون غادي تمشي لتركيا. لا ماشي انا. صافي الصاك ها هو الصاك وما عنديش انايا الصاك جايبو. شوف الصاك اش داير فيه. شوف الصاك اش داير فيه. شوف الصاك. قلت وانا بحال هذا حتى في الباج ديالك لا. لا غنعطيك تليفون بوزبان ونصيفطو لتركيا. طنجة احسن من تركيا دابا اخويا. طنجة احسن من تركيا. هذا الشيء كذوب اخويا سعيد. هذا الشيء كذوب اخويا اجي نعطيك تليفون مليح. ما كاين لا تركيا. لا والو راه في التليفون باغي نمشي لطنجة صافي اخويا سعيد انت اخويا شوف كيما قلت انا ما بقاش باغي نمشي لطنجة باغي نمشي لطنجة صافي باغي نمشي لطنجة ياك واحد اذا كان التليفون مليح ومزيان طنجة احسن ليك راه المغرب احسن ليك من تركيا بقاش تقول لي اش راه فكرت في هذا الشيء اش غادي تمشي تركيا اش غادي تمشي تشوف تركيا اش غادي تشوف السوريين عمان يا صراحه انا كنت نمشي لتركيا نهرب لهم اجي اش انا سواق السنداره هذاك الشيء السنداره ولا السنداره انت اللهم بارك شوف الجديده مولاي خليني من داك الشيء ديال الزواق خليني من باش نطمع بنادم باش نبيع عليه تليفون مليح غنجي نقول لك اخويا غنصيفطك العمره ولا غنصيفطك لتركيا ولا غنصيفطك لهنا ولا لفرنسا ولا باش نعطيك الزبل باش نبيع لك تشوف لي تليفون هذيك الطريقه قديمه هذيك ماشي قديم قديم هذيك الطريقه يهوديه هذيك انت اخويا شوف شوف التليفون اللهم بارك شوف مابقاش تطمع عليا بنادم عطيني تليفون مزيان ما تصيفطني حتى بلاصه عطيني غير تليفون مخير ثمن زوين خلي في ثمن زوين المواصفات مزيانه خدينها في داري انايا شوف هذا واحد الحاجه يكون مزيان السيرفيس هذا هو اهم حاجه كلشي باقي غندويو عليه انيفس اخويا اول حاجه بعدا هي شحال واحد كيقلب على البارتي ديال انيفس الاخوان راه كاينه تليفون فيه 33 واط فاست شارج فيه 120 هرتز شوف 120 هرتز ضرب العين 120 هرتز اخويا محمد شوف البروسيسور اللهم بارك جي 99 الترا ناري البروسيسور هذا كلشي كيقلب عليه الكاميرا اخويا محمد فيه 108 ميجا بيكسل اش بغيتي مازال زائد 256 جيجا 16 جيجا في الرام هادشي كامل اخويا انت شوف شوف الكاميرا الاماميه حتى هي فيها 32 ميجا بكسل حتى حاجه ما خاصها التليفون اللهم بارك هاد الشركه هاد التكنو شوف شوف النقطه البيضاء اللي كاينه عند الشركه التكنو شنو هي النقطه البيضاء ولا النقطه السوداء النقطه البيضاء زوينه بزاف ما عندهمش السوداء هي كاع ما عندهمش السوداء شنو هي اخويا ما عندهمش مشكل ما كاينش مشاكل السيرفيس ابريموند عندهم بيض ما كاينش غرام ديال المشكل وييه وهذاك النهار دينا واحد التليفون وجابوه جديد شحال قدك تبقى تشري السوق شحال قدك تبقى تعطي التليفون للبلاد باش يدير لك فيديو باش تليفون مزيان راه غدير لي فيديو فابو هذاك الشركه التليفون مزيان اللي غادي تبيع للكليان وجهك احمر راه غدير لي فيديو فابو ما تحتاجش تقلب عليه اصلا ما غاديش تحتاج تجي سميتو تشريني انايا باش ندير لك فيديو ها باش تعرف ها انت اخويا شوف ها انت سبارك 20 برو برو الاخوان ماشي فان الاولى اللي عندنا ب 1550 هذه راه 20 برو راه قلنا لكم ذاك النهار جاي الجديد وهو الجديد جبنا لكم واش اخويا اجي ناري على اللون كي داير كاين جوج ديال اللون بالنسبه للرجال راه كاين هذا اللون هذا شوف ضرب لي هذا اللون هذا ها هو قهوي قهوي شويه ها انت بالنسبه كاين الرجال حتى هما اللي كياخذوا هذا اللون هذا دابا بحال الرجال بحال هي تا خويا سعيد او يا ها في التليفونات كان نخلو هاد الميكة هادي ها انت اخويا محمد ناري كان غيطيح ليا شوف 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 الديزاين عرفت شنا هو التليفون خاص تشدو في يدك باش تحس بهادشي شوف الكاميرات كي دايرين شوف 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 اخويا محمد شوف الكاميرات كي دايرين شوف الكاميرات كي دايرين شوف الكاميرات بحال دوس برو ماكس قسما بالله بحال قول 14 فيهم واحد البارتية ها انت شوف الكاميرا 108 ميجا بيكسل الفلاش الاخوان تهضر ليا الكاميرات اول حاجة قلت لك ها انت تيب سي بلاصه لي زيات الميكرو الباف هنايا والباف الفوق فيه ستيريو الاخوان كاميرا اللهم بارك تليفون لون برنت شوف 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 واحد الجيب ديالك كيفاش داير شوف شو دخلنا عليك بالله تليفون صاحبي اللهم بارك الاخوان باش ما نكثرش عليكم التليفون كتجي فيه بورشيت غارانتي عام والله ما تحتاج هذا الغارانتي ما تحتاجوش حيت ما يوقع لك حتى مشكل بورشيت ديالو شارجور 33 واط لي زيات والكابل
ومسمار. الشركه الوحيده اللي باقي كتعطي لي زياده مع التليفون. اه انت هادشي كما الاخوان الثمن ديالو فقط 1949 درهم. 1949 درهم غتاخذ هذه المواصفات كامله اللي قلت لك فقط 1949 درهم. وشوف فيه داير مشاكل، ما كاينش غرام ديال المشكل مع هاد الشركه، ماشي عطاتني شي حاجه باش نشكرها، راه السوق وليدي اللي كيشكر، راه ما عندكش مشكل. كما قلت لكم الاخوان فقط 1949 تيكنو كاينه برو، كاينه الكميه يا اخويا محمد، غدا ان شاء الله ديجا يقضي غراض. مرحبا بكم، الله يسخر.